الشيخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير. أحب أحيي أيوة للسلامة الديمقراطية والسكرتارية والمنسق دكتور يمان دلال على الجهد العظيم في جمع قيادات ناشطة وقيادات فعالة في البلد دي. واللقاء شيء محمود جدا، وتكوين شبكة اتصالات لتنسيق العمل برضه شيء إنجاز كبير للملتقى. نحن نعتبر دي أكبر إنجازات الملتقى، بأنه بنعمل شبكة بتاع اتصالات مع بعض بننسق، ودي واحدة من الإنجازات الخفية للملتقى. أيوة ما قاعد يذكروها طوال. نحن في ناس بنشوفهم فيرشوالي، أول مرة نشوفهم فيزيكلي، بنتأثر علاقاتنا معاهم ونقدر نشتغل معاهم في عمل جاد وعمل يكون له فعالية. فدي إنجاز كبير لملتقى أيوة. أيضا بحيي الجمعية السودانية الأمريكية بأيوة، وعلى رأسها الأستاذ وصال، وأهل أيوة الطيبين، وبنشارككم أحزانكم في وفاة ابننا عم لطفي، ربنا يغفر له ويرحمه. حقيقة الشغل بتاع المعارضة في أمريكا مهم، كلكم عارفينه، وقد جزء كبير جدا منكم يفتكر أن الشغل موجود عندنا فقط في نيويورك، مكان الأمم المتحدة وسفارة النظام، وبرضه في واشنطن دي سي في السفارة بتاعت النظام. لكن الحقيقة الشغل المعارض في أمريكا لازم يكون شغل بتاع معارضة ذكية. من أخطر الأشياء اللي يستفيد منها النظام أن الناس الموجودين السودانيين موجودين في منطقة معينة يكونوا very numb، مخدرين. لما يكونوا مخدرين عن قضيتهم النظام بيبقى تقريبا وضع مريح بالنسبة لهم، وتبدأ بالعلاقات الاجتماعية. والسودانيين من أخطر الناس اللي بيغدروا العلاقات الاجتماعية أكثر من أي حاجة. فعشان كده يبدأ تطبيع بعلاقات اجتماعية ومناسبات ودخول في البيوت، وبعد شوية يبقى الحديث عن النظام قدام السفير حاجة مخجلة وحاجة مجرحة، والعنصر جه وعنصر النظام يتكلم عندي والله يتغدى عندنا. وتبقى المسألة عبارة عن شنو؟ تطبيع، من غير ما نشعر كسودانيين اللي نفسنا طبعنا مع نظام يده مليان دم بالأبرياء، ونظام أبغرنا وقسم بلدنا. ومن أخطر الأنظمة اللي حس خطابه بقى خطاب بتاع صعاليك زي ما شفتوه امبارح. فالموضوع ده مهم جدا جدا، لأنه عايزين نعرف بأنه كيف تشارك أن تكون معارض في أمريكا بصورة ذكية. أنا حديكم كليب بتاع شغل قريب عملناه في فبراير 2016، لما عرفنا أنه في واحد من رموز النظام جاي نيويورك، والشغل ده اشتغلوه ناس قاعدين معانا في القاعة هنا باتصالات بسيطة جدا. بنعمل اتصالات وبنمشي بنحاول نضوي رموز النظام جس يعني جرعة من الجرعات بتاعت القهر، وجرعات بتاعت أنهم يحسوا بالألم اللي بيسببوه للناس هناك، إن شاء الله بس جرعة منه. فأتفضل ورينا الكليب. Yeah.
طبعاً يا إخوانا الأشياء اللي يمكن الطلب لأنه برضو زور في الأحزاب مظاهرات يديكم برضو محترم قوانين البلد كل اللي حصل ده ما حصل خشينا فيزيكا معاني زور لأنه عارفين كويس الاحترام هنا بنعبر فقط فما تخافوا علينا ما يعني لما يفعل سياسياً ما بنفقد وعي يعني على أساس أنه أتاك صنبالي ولا حاجة مع أنه دير بيستغلوا أنه يكونوا في محاكم بتاع تحت المغصلة زي ما أخذته الأستاذ محمد محمد طه لكن نحن بحقيقة قاعدين إكمال الكيسية يكون فعالاتنا كلها في حدود القانون فالأشياء دي كانوا بها منهم أخونا الأستاذ عثمان أبو جنة جمع أهلي معتصم كمية من الشباب اللي بينادنا شغل بروابطة أبناء دارفور وكافة التنظيمات السياسية هناك شغل بتاع تنسيق يعني بنسق في نص ساعة وبنكون عارفين حنقول شنو وبنكون عارفين نقوله تاني وبنكون عارفين أنه رسالتنا لازم تصل فده جزء من الشغل اللي المفروض يكون فيه حاجة ذكية اللي هي المعارضة بتاعت اللي بتخش توصل الرأي العام لأمريكا دي جزء من المواجهات جزء بسيط من العمل ده اتكلم عنه لكن اهم حاجه عندنا انه الراي العالي ومراكز اتخاذ القرار في يونايتد نيشن تعرف انه شعبنا بيعاني كيف وتعرف انه الناس اللي قاعدين في المعسكرات حالتهم كيف وتعرف بانه الاغتصاب اللي بيتم في معسكرات اللجوء او النزوح في دارفور والنظام بيقفل المنطقة على أساس إنه ما يحققوا فيها. دي أشياء بتلقى تعاطف شديد جدا من الرأي العام الأمريكي وده أساسا هدف التبعية للعمل المعارض في أمريكا. ف بنقوم بالأشياء دي في واشنطن زي ما قلت ونيويورك أمام سفارة النظام والمقر الدائم عندهم مقر دائم بتاع الأمم المتحدة ومراكز الضرر في دي سي. ودي كلها أدت لأنه المنظمات الدولية دي تتخذ قرارات خنقت النظام. القرار بتاع 2008 بتاع تسليم السفاح للمحكمة الدولية خرج من محكمة العدل الدولية بجهود قوية جدا للناشطين فاعلين يمكن أنا حستعيد أخونا عمر لأنه هو جزء من الورقة دي أساسا بعدين يورينا كيف أنه الشغل بتاع اللي بيصل لمراكز صنع القرار فهي نوعين نوع بتاع مواجهه حقيقيه لازم الناس تعرف بانه في ناس نظام قاعدين في البلد دي بيجوا زيارات لازم حقيقه تحاصره وفي شغل بتاع اتصالات في مراكز القرار ومظاهرات بتكون طوال شغاله في واحده من الاشياء الطريفه ذكرتها لاخونا هشام امبارح عندنا راجل بيعمل لنا الافتار يا حقيقه هو باكستاني فمشيت اعمل لفته منه في المظاهره الاخيره دي فكان قال لي يا مصطفى يا اخي انت بتعمل اللفتات دي من لك 20 سنه بتجيلي انت عايز قلت شنو؟ كرهتنا يا اخي مش ضيعتها قلت له يا محمد مندينا بعد 27 سنه قال لي خلاص بدي 7 سنين تاني الاشياء دي لازم يكون فيها نفس طويل يقول على عقلته وفي مناسبات طبعا يا اخواننا بكل اسف زي ما قلت لكم المداخلات الاجتماعيه دي خطر جدا ودائما بتخشوا في الجاليات عندهم يعني حاجه غريبه جدا بيخشوا في الجاليات وبخشوا في مناسبات وواحد بيمسك الميكروفون لانه عندنا لسه في ناس ما عندهم حقيقه الاحساس ببلدهم وقدمون السفير جا والسفير مشى فاشياء زي دي بالمناسبه حاجات مضره ونحن غوضناها في نيويورك كثير جدا لانه نيويورك فيها اكثر جاليه اتاذت من النظام ده اللي هي ابناء دارفور وقلنا يا اخواننا اذا في واحد من ابناء دارفور قاعد في حفله سفير النظام المطلع في النظام في المنبر معناته حقيقة احتضار ومعناته دهس على جثث
اهل الشخص الموجود في المحتفل ده. فما في كلام زي ده. اذا ده المنبر بتاعه بتاع الجامعه ده يكون منبر نيوترال ما فيه اي صبغه سياسيه. وحرمنا عليهم المنابر عشان كده ولاد دارفور بيجوا يجوا في حفلاتنا دي الجاني بيقعد حقتهم. فعشان كده الناس لازم تكون حريصه. ما ممكن يا اخوانا تعمل جليتش عن مشاكل بلدك. انا بتذكر المرحوم امير واحد من اولادنا الله يرحمه حقيقه في التسعينات جاء امير ده جاء مناسبه تحت عزاء. ف اسلام داخل على المناسبه دي في ذول كان نازل لابس بدله وبتاع فقام سلم عليهم. حكمان جايين وفاول قام فلما طلع فوق قام قال لهم يا اخوان الزول انا ما شفتكم باقي ده. فقاموا اهل العزاء قال له ده الفاتح عوا. والله بتذكر امير الله يرحمه سنه واحده زي امير نط من كرسي وجاء نزل ثلاث سلالم ومشى ولقى عربيه الراجل ده لسه موجوده دقائق قال لي انا لو كنت عارف انت فاتح عوا جدي ما كان يبدا يسد بيك. ففي يعني في اخواننا في حرقه بتاعت الوطن لازم تكون موجوده عندنا. حرقه بتاعت الوطن ما تنسوها. وبنسوها لكم باهلا زيك وتعملوا ان شاء الله بخير. ما في اخواننا قصوا زول دكتورك اخواننا بيكون رؤوف عليك ورحيم. ما في حاجه بشيء كده ما بكون عنده الاستديو الازدواجيه بيعملوها على اساس انه يخترقوا بها هياكلنا. الطريقه المثلى زي ما قلت اللي عمر دخل فيها اللي هي الاتصال بقياده الكونغرس والمشاركه المحليه من النشطاء في داخل مناطقهم. لازم يكون في مشاركه محليه في القرار المحلي على اساس انه يكونوا ناشطين يعني حقيقه بوصلوا المعارضه الذكيه لبلدهم. يعني القاعد في ايوه يا اخواننا ما يكون سفره النظام ما هنا. القاعد في ايوه يكون اكشولي اكتف في البوليتكس بتاعت المنطقه المحليه. قلت لي واحد من الاخوان ذكره امبارح قلت لي اخونا عمر لازم تكون اكتف في اللوكال بوليتكس لانه الناس دي يا اخوانا هم اللي بيوقعوا القرار في وقت الكونغرس. الكونغرس مان ده بيكون واحد من الناس اللي اشتغلت معاهم في وحده الحمله الانتخابيه. واحد من الكونغرس مان ديل اللي انت قلت له انا هعمل لك فون كول ل 40 ولا 50 بيبل وعارف مين الزول ده. والناس دي بيحتزوا جدا بالعمل ما بينسوا العمل بتاع الناس الشغالين فالنتير معاهم. فما في واحد يقول يقعد في ولايه اسمها نبراسكا يقول والله لا يا اخي الناس اللي قاعدين في نيويورك يكتبون سام خلفون وعمر وعثمان الجنه وعمر ما في كلام زي ده. تمشي تخش في اللوكال بوليتكس تبدا تعمل فالنتير تعمل تبرع ب 10 دولار زي ما عملته لاوباما وتعمل فون كول لبنسلفانيا. انا بتذكر كنت ماسك فون كول لبنسلفانيا في لاوباما وطلبت لي واحد الظاهر من اولاد اهلنا الصعبين دي فلي سماح بيمشي قال لي اصلا ما بقدر اسمع حد يسمعه. فقلت معلش ضربته ثانيه جيت زول محترم تكلمت معاه. ف اللوكال مير بتاعنا ديبلاجو انتخبوه حسا ب 70% برضه شغالين معاه ومن انجازاته ادانا حسا دار للجاليه السودانيه في نيويورك لاول مره. فما في واحد فينا يا اخوان يفتكر ان المعارضه دي مقاعد ولغايه بنعملها كل سنه هنا. المعارضه دي انك انت تكون اكتف من الليله في اللوكال بوليتكس وتكلم السنه بتاعك تقول له شفت بلدنا دي محتله محتلة بموس راديكال فيرجن اوف اسلام وبعذبوا وبقتلوا وبيسرقوا وبيبيعوا وبيغتصبوا النساء. عشان كده لو جات حاجه عن السودان للنظام ده هاف تو بي فيري اجريسيف. دي المعارضه الفعاله اللي احنا قاصدينها. ف في برضه يا اخوانا الجامعات والمعاهد العليا والثانويات برضه اولادكم يكونوا اكتف فيها. خلوا اولادكم اكتف لانه السوشيال ستاديز واليو اس هيستوري فيها قضايا زي دي كثيره جدا.
ودعونا قبلت لنا كثير في المدارس عشان نتكلم عن قضية دارفور، لأن هي قضية سودانية ما قضية محلية. لما نتكلم عن قضية دارفور نتكلم عن قضية السودان، لما نتكلم عن قضية كجبار نتكلم عن قضية السودان، لما الناس كفلوا في ميدان المصطفى محمود دي قضية السودان، الشباب بتاع بورسودان لما قتلوه دي قضية السودان. لأنه يا أخوانا اللي بيقتل ما بيقتل ناس دارفور براهم، أي زول بيجيب قدامه حيقتله. فعشان كده تمشي القضايا دي وما يكون عندك منها تحسس إقليمي، لأن هي قضية وطنية. فالمدارس والجامعات مهمة جدا، ويكون فيها برزنتيشن بتاع أولادكم. ونحن هسا يوم الثلاث بكرة معزومين في واحدة من الجامعات، ابنة أخونا جمعة هلي عندها برزنتيشن وعندها بانل يشاركين فيه ثلاثة. أخونا محمد آدم من السكرتيرية بتاعتكم المعتصم وجمعة هلي هيتكلموا في البانل اللي هو عن القضية السودانية في دارفور. فالحاجات دي بنموها في أولادكم من حسة. من حسة أنا ابني الصغير 7 سنين 9 سنين عفوا بيتكلم بوري طوال الدكتاتورية شنو. فحسة بشهادتي أنا قاعدين في المسجد الحرام مشان عمره، فقام قال لي تاني إز تكيلو سريع مين بعيد الدكتورة الكلام ده جوه المسجد الحرام. قلت له تعرف يعني just can I answer this question on the plane؟ قال لي واحد قلت له بليز فعرفين سنكتها فخلاني ولا تنكتها. لما جيت يوم كده قلت له ابني ابو دكتور ومش دكتور دي حقنا دي عائلة سامدن برنس سامدن سيس. صراحة فارة كبيرة. فدي حاجات تفتحوها أصلا وما تتحرمي، لأن أولاد كل ما يعرفوا من حس حقوق الإنسان والديكتاتورية شنو، وما يعرفوا مالكوم إكس منو، وما يعرفوا مارتن لوثر كينج منو، أنتوا في مشكلة كبيرة. وخليكم تعمل لهم بلاك بالسيفل رايت أكتيفيست، لأن السيفل رايت موفمنت دي يا إخوانا أهم حاجة عندنا. لولاها لما تحدث وسام خلف الله في الكرسي ده حسن ولا ما جلس هنا. فعشان كده اربطوهم بالقضايا بتاعت الديمقراطيه بارباط كله بالافريكان امريكان هيستوري. ما تقولوا ده التاريخ بتاع افريكان امريكان، التاريخ ده لو لا ولو ما جلست في هذه الجلسه ولو ما كان عندنا حقوق بتاعت المواطنه. كلموني ان شاء الله الذاكره كلام بصوره كيزانيه يتكلم عن الشيخ مالك الشباز اللي هو ماركوم اكس. ما داري يتكلم عن الباقي. يقول لهم ماركوم اكس كان مسلم ومشى مكه وجراجع وكان فيري ماتش. قالوا له واتس ذا برايس اوف ذا فريدم؟ قال لهم ذا برايس اوف ذا فريدم از ديث. وفعلا ما في غالب. دي الناس يا اخواننا ده اللي بيخليكم تعملوا لينك لاولادكم لموضوع السودان. تخشوا لهم بالهيستوري ده، لانه هيستوري ده بتاع معاناه حقيقيه، لا دكتاتوريه ولا حاجه. بلد فيها ديمقراطيه، لكن فيها ناس ما هم ماشيين لدرجه اسمه شنو؟ الليشي. الليشي ده كان من اخطر انواع التعذيب. اعمل لهم لينك وبيداء وصدقوني حتلقوهم في موضوع البشير ده واقفين في الصفوف الاماميه. ف المشاركين في الشبكه دي يا اخواننا، الشبكه بتتكون من كل الناشطين السياسيين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبيه والمدنيه ولا منتمين. والشبكه ليس بها تمثيل نسبي، يعني ما فيها ناس حزب الامه يجيبوا وناس الاتحاد، لا اي حزب في امريكا او حركه او منظمه عمل مدني او تطوعي، بل تشترك فيها بالايمان بهدفها. هدفها الاساسي هو تعليه النظام الدكتاتوري في البلد دي وكشفه وتضييق الخناق عليه، ده هدفه. ما في واحد فيكم ما بيؤمن بالقضية دي مبدئيا. فعشان كده حتى لو في منظمة ذات تدعي شغل الناشطين ده بيسمع ما عندنا مشكلة. المهم كلنا نشتغل. ويا اخوانا بالمناسبة الناس اللي ما منظمين كتار جدا. عشان ما نكون ناس يعني حقيقة شايفين نفسنا بس. السودانيين اساسا الاحزاب عندهم فيها مشكلة. لكن اكتف في السياسة دي اي واحد في صليب الغدا دي
وبيعمل فيها فيلسوف. هم الناشطين عارفين قضاياهم كويس، عشان كده ما نحصر الشغل السياسي ده والشغل بتاع الفاتيك ده في الناس المنظمين. عشان كده الشبكة دي فيها أي زول، أي زول من أيوة هنا يعتبر نفسه أكتيفيست في الشبكة بتاع تعريف النظام وفتحه وتضييق الحصار عليه. لا فيها المسألة دي مهمة جدا عشان سنة تقنينا كثير جدا من أنه البوليتكس دي دارين فيها فلان وفلان وعلان ودم الحزب الفلاني ودم في آخر النهاية الشعب السوداني يا أخوانا معظمه في كمية كبيرة من اللا منتمين بيتموا يوم الانتخابات بس. فعشان كده لازم نكون سنسيتيف لهم ويكونوا داخلين في العمل السياسي ده من غير بغض النظر عن أنهم دارين يتموا ولا لا، لأنه الأكتف يا أخواننا في عمل في بلد مبدئي ده أحسن من أي زول محذر. فده كلام يعني دي مهم حكيت لكلنا، فما تخلوا علينا برانا يا إخوانا. ولا أنا والله كمان كان بيقولوا علينا يعرفون يقول التحديين الناس تنظر لنا كده. قلت له شباب بالي زي الغبار يطلع من الخشب كده من تقول التحدي يا أخي ده شاب عنده بدلة ما شاء الله البقاوي التحدي شو مبال كده. التراب اللي جانا في مصر سنة 86 بعد الانتفاضة عمل له ندوة كذا في نادي الجزيرة يا مزرعة تذكر مزرعة ده بالمناسبة واحد من قيادات الاتحاد العام للطلاب السودانيين بعد الانتفاضة انتفاضة 85 وكان واحد سبحان الله أنا بسجل له أخوانا أو بزرعة ده دول صغير وكده عشان كده بحب أقول دبعتي بيشتغل مع عمل سياسي مع بعض. فدي مهم جدا شغلانة دي أكثر من 50 سنة صغار ما وصلت إلى 60. عندنا أسيسة برينسيبل في المدرسة بتاعتنا عملت عيد ميلاد وقامت قالت يا إخوانا ما في زول يزهقني من عمري. لو تريد تقول عمر لو تريد تعرف عمري كلكم تقول عمركم وأنا آخر واحد. فقام قلنا كل واحد قامت قالت والله يا إخوانا أم 30 بلس. فالشبكة يا إخوانا مهمة ويبدأ عن الشبكة بالاتصال والاجتماعات الأسفيرية. لما تسمع انه في اجتماع السفير بتاع الناشطين خشوا طوالي وعرفوا نفسكم وخليكم اكتف في العمل الاسفيري ده، لانه الحياه دي بتتم عن طريق تنسيق بتاع كونفرنس كول. لازم يكون عندنا انترفنشن، عايزين نعمل انترفنشن بلان مش ننتظر لحد ما جايب لنا محمد عطا اكبر مجرم واكبر جستابو جايبين البلد دي سفير للدي سي لحد ما نحن شغالين على اساس نعمل خطه، لانه محمد عطا انكشف كيف للاجهزه الامريكيه وصنع الغرار. ودي طبعا احسن من كلامكم في هذه المنطقه يكون عمر العشيري، لكن عندنا شغل بتاع انه اشياء زي غيارات زي دي يشترك في فضحها ويشترك في تعليقها. وذول ايوه زي ما قلنا عنده مهمة باتصال الكونغرسمان والكونغرس وومن يوروهم الناس شنو والولاية دي ناشطين واللي بغيروا فيها سياسة البلد. أول ولاية قالت يا أخوانا أول أفريكان أمريكان في الهيستوري يبقى رئيس، وأنا دائما بستشهد بها ولاية أيوة nobody knows who باراك أوباما. أيوة دي الناس البيوت دي اللي بيقول عليهم ريسيست دي قالوا the time for change لأن البلد ديناميك فيها حوار it's time for change. فعشان كده أيوة دي سودانيين سودانيين مميزين خالص كل واحد فيهم potential leader. فما تقعدوا يا أخوانا تعملوها وننس حزب الأمة ونم الاتحاد، لا كلكم شغالين في شغلنا. فعايزين نعمل intervention وما نكون بس عفوا ما نكون شغالين شغل، عايزين نعمل prevention. ما عايزين نشتغل الشغل بتاع الانترفنشن بس لما تجي كيسات بتاع كارت جانا في نيويورك حيدخلوا علينا، لكن الشغل بتاع الانترفنشن من حسا لما نجتمع في الكونفرنس كول نعرف انه دارين نعمل شنو، نعرف نكشف النظام وين، دارين نعرف انه الناس المعتقلين دي الناس الكونغرس يعرفون كيف، دارين نعرف انه اعتقلوا ليه،
دارين نعرف كيف نوصل لوصول القرار، دارين نعرف كيف نحصر النظام في علاقاته المشبوهة مع التنظيمات الإرهابية. نعمل كيف؟ أشكركم جزيل الشكر. و حقيقة أتكلم في ورقته حول كثير من الحاجات. أنا الحقيقة ذيك الزمن ما أفتكر فيه محتاجة لتلخيص، لكن نبدأ الورقة الثانية. كنا شريفة شريفة بوالي كلنا الفضول الشقاء يعني حقيقة يعني استفزتني الجزء الأخير من كلام أسامة، اللي الواحد طوال خدته جواه مسألة حديثه عن أهل أيوة. وحقيقة والله الأيويين والأيويات هم يعني أنا كنت مطمئن جدا وأنا في السكرتارية لأنه المؤتمر حيكون هنا لنجاحه، وأنا بفتكر إنه لولا ناس أيوة هم ناس متميزين ما كان الملتقى، ولولا تميزهم يعني ما كان يعني حقيقة تترجم مخترع أخونا هشام عباري بالسرعة دي والعمل. ودي حقيقة مؤتمر متميز لأنه ده أول مؤتمر بعد المؤتمر التأسيسي يكون في أيوة، ورغم الظروف اللي أصابتنا في افتتاح اليوم الفرطان العظيم لأخونا محمد. يعني بالرغم من كده انت شفته امبارح كان كيف من الحديث من أسرته من أقرب الناس له عن 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 الملتقى وعن مشاركتهم لنا، وكانوا حريصين انه يشاركوا الناس ويساهموا الناس. والله افتكر انه دي دي, دي 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 رسالة يعني 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 حقيقة بتوضح الحاصل شنو. ودائما انا ما اقدر اطلع من، لكن دائما انا بقول انه الاخوان الجمهوريين دي الناس متميزين ومميزين، يعني ما يميزهم في فكرهم انه فكرهم فيه مساله بتاع منهج بتاع اخلاق بتاع تهذيب وبتاع. فالتحيه اليوم والعزاء اليوم والليله كلها في الفكره العظيمه.